لكن خلينا نتكلم على لاعب الاهلي السابق، لاعب الاهلي السابق اللي طلع بيقول احتراف، يعني اعتقد هو بعيد تماما عن الاحترافيه. اولا انا لو في مكانه اولا لازم اذكر نادي، النادي اللي رباني، النادي اللي كان ليه فضل عليا، النادي اللي خلى ليا اسم على زي ما بنقول الماركتنج على السوق الانتقالات. كنت لازم اقول ان النادي دوت هو اللي رباني، هو النادي دوت اللي عملني. الجزء الثاني كمان من تصريحات اللاعب دوت ان هو بيقول انه بيدور على بطولات، يعني انا رايح يعني تحدي جديد عشان بطولات ايه؟ يعني انت لو بتدور على بطولات انت هو النادي الاهلي مش نادي بطولات؟ يعني تصريح اعتقد غريب جدا انك خارج من مش هقول افضل نادي في مصر، انت بتتكلم على افضل الانديه في العالم على مستوى البطولات. فخلينا نتكلم وما نضحكش على عقول الناس شويه بالفاظ احنا مش فاهمينها، خلينا نتكلم بعقلانيه شويه. قول ان انا رحت عشان انا يعني هاخد فلوس زياده، يعني زي ما انت قلت سام محدش بيكره الفلوس، لكن قول دوت خلي فيه مصداقيه. لكن بتلعب على وتر ان الاحترافيه احسن نادي في مصر احترافي هو النادي الاهلي، بتلعب على البطولات مش هتكلم، بطولات النادي الاهلي حدث ولا حرج، عدد كبير جدا جدا. فخلينا نتكلم باحترافيه شويه، وخلينا نتكلم كمان في تقديمك والاشاره اللي انا استفزتني على المستوى الشخصي، انك بتقدم نفسك في نادي والعلامه اللي انت بتقول عليها وبعدين رجعت، اصل لا اصل ده مش لجماهير النادي الاهلي، لا ده كان في 2018، انت جبت جون في 2018 عشان تعمل كده، او احتفلت امتى في كاس العالم عشان تعمل كده. فانا في اعتقادي يعني خانوا التوفيق بشكل كبير جدا، زي ما خانوا التوفيق في طبعا ان هو يمشي من النادي الاهلي، لكن دي حريه شخصيه اولا طبعا. واخيرا دي ده زي ما اتكلمنا دايما، النادي الاهلي عمره ما هيقف على لاعب ولا، لكن النادي الاهلي عمل هاني رمزي، والنادي الاهلي عمل اسم كابتن محمود الخطيب. فاعتقد ده يمكن تاكيدا يا سام ان وليد سليمان زي ما بنتكلم في حته تانية كمان، يعني وليد سليمان على مستوى زي ما انت قلتي ضحى بشكل كبير عشان النادي الاهلي، هو حتى قال لسه قايل هو يتمنى طبعا ان يعتزل وموجود في الكيان وموجود في النادي الاهلي. فتحيه طبعا لوليد سليمان، مش وليد سليمان بس، تحيه لكل من يقدر كيان النادي الاهلي.